من الاخبار دي، لانها اخبار الحقيقه في الاول وفي الاخر هي تؤدي، الناس كلها شايفه ايه؟ ان النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي عمل معسكر خارجي في فتره التوقف، فتره التوقف طويله جدا. وانا بحيي الحقيقه لجنه التخطيط والمشرف على الكوره كابتن خطيب ولجنه التخطيط على ان هم بيوافقوا للمدير الفني على كل شيء. حضرتك عايز ايه؟ معسكر؟ اتفضل حضرتك معسكر. لان هم ناس لعيبه كوره كلهم نجوم كبار، فعارفين هم بيعملوا ايه وعارفين ان طلبات المدير الفني يجب ان يتم تنفيذها. ما هم برضو يعني الحاجات دي ما فيهاش فصال داخل النادي الاهلي. معلش انا بكلمكم على اللي بيحصل داخل النادي الاهلي، مش بيحصل في اي نادي اخر، انا بتكلم على النادي الاهلي. مش النهارده انا مبسوط هطلع اقول لكم طب اطلعوا معسكر، بكره انا زعلان هطلع اقول لا المعسكر اتلغى. ما عندناش احنا الكلام ده يا جماعه، والله انا لا اقصد شيء ولا بتكلمش على، انا بتكلم على ان النادي الاهلي كده طول عمرنا شايفين النادي الاهلي كده، طول عمر الناس اللي موجوده في النادي الاهلي عارفه قد ايه ان النادي الاهلي لما بيتعامل مع المدير الفني باعتباره رئيس مملكه كره القدم، هو اللي عايز اي حاجه بتتعمل له. وده سبب نجاح مانويل جوزيه مثلا في فترات طويله جدا. هو كان حد بيتكلم مع مانويل جوزيه، انا عايز فلان نجيب له فلان، انا عايز اطلع معسكر بيطلع معسكر، انا عايز الماتش اللي جاي اقعد 3 ايام في معسكر بيتعمل له 3 ايام معسكر. هو ده الطبيعي. كل ادارات النادي الاهلي بالمناسبه بتنظر للمدير الفني بالشكل اللي انا بقول لكم عليه. فتخيلوا بقى حضراتكم لما يكون محمود الخطيب اسطوره كره القدم المصريه ولجنه التخطيط سواء نجم الكبير كابتن زكريا ناصف او نجم الكبير الكابتن خالد بيبو، الاثنين برضو ليهم ثقل كبير جدا وعاملين شغل رائع الحقيقه. فعشان كده دايما بقول لحضراتكم ان احنا ناخد بالنا من مثل هذه الاخبار ومن مثل هذه الاخبار المغلوطه. لو صحيحه بالمناسبه ممكن نطلع نعلق عليها نشوف مين اللي كاتبها ونجيبه ونتكلم معاه، ولكن هي اساسا هي اخبار خاطئه ليست بالاخبار الصحيحه. ولما قلنا كده برضو انا بتذكر اللي حصل في معسكر اسبانيا مع حضراتكم، وحضراتكم دايما متابعين لبرنامج ملعب الاهلي، بيتكرر بالنص بالشكل كان الايه الناس شايفه ان الموضوع ماشي في اتجاه استقرار وفي اتجاه جيد والدنيا ملمومه وحلوه وزي الفل، واللعيبه بتشوف شغلها والجهاز الفني بيشوف شغله والجهاز الاداري بيشوف شغله والكلام ده كله. فازاي يبقى كده النادي الاهلي ماشي كده؟ لازم نضرب حاجتين كده في النص، حاجتين ثلاثه في النص علشان ايه نشوف الدنيا ماشيه ازاي. فلو حضراتكم برضو متابعين لما الحاجات اللي بنتكلم فيها مع حضراتكم دايما خلال الفترة السابقة، كنت دايما بقول لكم كده، كنت دايما بقول لحضراتكم ان يا جماعة الوقت اللي هتلاقوا فيه استقرار داخل النادي الاهلي هتلاقوا ضرب من كل الجهات، من كل الجهات. كل من لا يشجع النادي الاهلي هتلاقوه بيضرب في النادي الاهلي، لان هو في النهاية عايز يوصل ان النادي الاهلي يلعب مباراته يوم 25 ولا 29 يبقى الدنيا عنده مش مظبوطة. ولكن احنا عندنا اداره، مجلس اداره قوي، عندنا اداره كره قدم قويه جدا، عندنا لجنه تخطيط الحقيقه واقفه بشكل جيد جدا، وبالتالي